أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان. النهاردة وبكرة عندنا تغطية خاصة جدا لمعرض جال فود في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وهو أكبر معارض العالم المتخصصة في الصناعات الغذائية. العالم أجمع يتنافس داخل 5 قاعات كبرى متخصصة في الصناعات الغذائية، يعني الأمن الغذائي العالمي. وخلي بال حضراتكم، مصر من أقدم دول العالم اللي بتشارك في معرض جال فود، والسنة دي 2022 بنشارك في المنافسات، وأنا أصر أنها منافسات شرسة جدا. بنشارك بحوالي 94 شركة متخصصة في الصناعات الغذائية، وبتقدم 40 عائلة بمنتجاتها في جميع أفرع الصناعات الغذائية. كفاية أن أقول لحضراتكم أن هذا المعرض العملاق يتكون من 5 قاعات كبرى. مصر بتشارك في الخمس قاعات، يعني جميع أفرع الصناعات الغذائية وتخصصاتها مصر متواجدة فيها وبقوة. هنقابل النهاردة وبكرة داخل قاعات جال فود في دبي كل جدعان الصناعات الغذائية. هنعرف منهم كشف حساب للعام 2021 اللي حققنا فيه صادرات تقترب من 4 مليار و100 مليون دولار. أيضا هنتكلم عن أسواقنا في العام 2022 وكيف يمكن أن نشارك في خطة الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار. كمان هنناقش قضايا الصناعات الغذائية، الشحن والخامات وارتفاع أسعارها والتصنيع وفتح أسواق العالم. كل هذه القضايا وغيرها هنناقشها مع جدعان الصناعات الغذائية في مصر. وخلي بال حضراتكم، احنا بنعيش أجواء احتفالية بالفعل في دبي احتفاء بمهرجان أو معرض جال فود للصناعات الغذائية، أكبر معرض العالم المتخصصة في الصناعات الغذائية. خليكم معنا. أهلا بحضراتكم في معرض جال فود 2022 في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، المعرض الأشهر في منطقة الشرق الأوسط المتخصص في الصناعات الغذائية، يعني الأغذية والمشروبات. شركات العالم المتخصصة في الصناعات الغذائية كلها في مبنى التجارة العالمي بدبي، أجنحة من كل الدول، والمنافسة شرسة والحرب على الجودة والسعر. ودايما أصحاب الابتكارات الجديدة في الصناعات الغذائية بيبقوا فرس الرهان. مصر بتشارك ب 94 شركة في 96 جناح موزعة على 5 قاعات كبرى. مفيش تخصص في الصناعات الغذائية مش مشاركين فيه، ورايحين في ظهرنا صادرات بقيمة 4 مليار و100 مليون دولار في العام 2021، والمؤشرات كلها بتؤكد زيادتها في العام 2022. قطاع العظماء بجد. وخلي بال حضراتكم، ده نتيجة مباشرة لتحرك دولتنا العظيمة، وخصوصا في سنوات الأزمة أو الكورونا، وسندت بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي جميع القطاعات التصديرية وفي مقدمتها الصناعات الغذائية، والنتيجة مصانعنا شغالة وبتنتج وبتغطي احتياجات السوق المحلي وبتلبي نداء الأسواق العالمية. وعندنا هدف مش هنحيد عنه، صادرات بقيمة 100 مليار دولار، وحققنا منها في العام 2021 حوالي 31 مليار دولار، حاجة تفرح بجد. تعالوا في البداية نقابل السيدة مي خيري مدير المجلس التصديري للصناعات الغذائية، واللي هتقول لنا على خريطة صادرات مصر من الصناعات الغذائية والتحديات اللي بتواجهنا ودور الدولة في حماية صناعتنا الغذائية الوطنية. ايه رأيك لو نقدم للناس كشف حساب 2021، سنة حققنا نجاحات كبيرة جدا، صادرات تجاوزت 4 مليار و100 مليون دولار. عملنا ده ازاي؟ ثانيا رايحين لفين في 2022؟ طبعا احنا سعداء جدا بالنتيجة دي، دي تقريبا زيادة حوالي 19% عن سنة 2020. كان متوقع هذه الزيادة، أو يعني كمان نقول إيه، ده كان هدفنا إن إحنا نحقق هذه الزيادة، وإن شاء الله هدفنا برضو السنة الجاية إن إحنا نحقق برضو زيادة أخرى، ممكن نوصل بطموح كبير جدا إلى 5 مليار دولار. حققنا ده إزاي؟ طبعا مجهودات الشركات
في التسويق، مجهودات الشركات في اشتراك معارض. طبعا عملنا لهم برضو زيارات لدول مختلفة، تريد ميشنز أو بعثات تجارية لدول مستهدفة، ودي برضو كان ليها نتائج ممتازة. ده غير طبعا المبادرات اللي كانت موجودة من الوزارة، ان هم يردوا الأعباء للمصدرين السنة اللي فاتت، وتقريبا كان في حوالي مبلغ لكل القطاعات، بقى بنتكلم مثلا كان أكتر من 23 مليار دولار رجعت للمصدرين، ودي طبعا كانت حافز ومساندة نقدر نقول انها ساعدت شركات كتير جدا انها تزود صادراتها وتبقى اكثر تنافسية في اسواق مختلفة. دايما عندنا بعثات لطرق الابواب، يعني بنروح وفد بيمثل الصناعات الغذائية بيقول لهم يا جماعة دي منتجاتنا والمميزات بتاعتنا وده سعرنا. السنة دي خطتنا في هذه البعثات هنروح فين؟ احنا بنعمل عندنا تحليل للصادرات، بنشوف ايه الاسواق اللي لينا فيها فرص تنافسية. احنا حاطين على الخطة بتاعتنا الحقيقة، وده الجديد السنة دي، مش بس افريقيا، حاطين السعودية، بنستهدف برضو الاردن، والاردن الحقيقة برضو دي ان شاء الله بإذن الله تبقى اول بعثة هنعملها، لانه الاردن الحقيقة دي كمان مدخل لاسواق اخرى زي سوريا وزي العراق. حاطين كمان الحقيقة على الخطة بالنسبة لافريقيا، حددنا دول بعينها زي غانا زي السنغال زي موريشيوس ومدغشقر، والحقيقة لسه السنة دي اول بعثة عملناها بنجاح كانت لدولة كينيا، ونتائج ممتازة، وفعلا تمت فيها تعاقدات. لو كلمنا على رؤيتك لمعرض دال فود السنة دي، احنا عندنا 94 شركة في مجالات مختلفة، اشتراك قوي جدا زحمة عن كل سنة، ده ملحوظة جدا. بص حضرتك، احنا جينا السنة اللي فاتت 50 شركة، شركات مشكورة اشتركت، هي عملت شغل برضو كويس. السنة دي احنا 94، لكن احنا كان في سنين وصلنا فيها ال 120 و 130 و 140 شركة، بس نقدر نقول انه ده يعني شوية شوية هنرجع للأرقام دي تاني. طب انا ليه ما عنديش مساحات اكبر؟ لانه المعرض ما كانش عنده مساحات، لكن احنا عندنا ممكن نقدر نوصل للعدد الشركات المشتركة ان شاء الله السنة الجاية فوق المية، ده اكيد بإذن الله فوق المية ده اكيد. يعني احنا مثلا حاطين تارجت عندنا حوالي 120 ما كانش اكتر. هو ضوابط قبول الشركات للمشاركة في المعرض ايه؟ بص حضرتك، اول حاجة هو لازم يبقى مشترك عندنا في المجلس، لان احنا كمجلس لينا قواعد معينة الشركات لازم تلتزم بيه، شهادات الجودة. في طبعا شركات كتير منهم، ممكن اقول انه حوالي 70% من الشركات اوريدي مشتركه في القائمه البيضاء لهيئه سلامه الغذاء. احنا بنعمل لهم كشف عن يعني نقول ايه انسبكشن، بنعملها تقريبا كل سنتين. في الشركات طبعا برضو بنشوف ارقام صادراتها ايه، بس هي لازم يبقوا اعضاء في المجلس. قبل ما نبدا رحلتنا في معرض جلف فود ونقابل جدعان الصناعات الغذائيه المصريه، لازم ناكد ان الجناح المصري متميز في العام 2022 وجذاب، وكلمة مصر اللي في كل مكان تشرح القلب. تعالوا بقى نقابل الدكتور أحمد عبد الحي، الرئيس التنفيذي لشركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية، وصاحب أشهر العلامات التجارية للخضار المجمد المصري في أسواق العالم، وعلى فكرة هو بيقدم كل سنة مفاجآت للعالم كله. وخلي بال حضراتكم، الدكتور أحمد عبد الحي تسلم درع احتفالية ليدرز لعام 2021 كتكريم لشركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية بصفتها الأكثر تأثيراً في الاقتصاد والتنمية في القطاع الصناعي. كل سنة بنجي لك عشان نطمن، كل سنة وانت طيب. عندك الجديد، عندك الابتكارات، عندك الأفكار اللي تخليك تدخل بيها أي سوق في العالم. الحمد لله، الحمد لله يا رب. طمنا الأول على موقف الصعيد وفكرنا بحكايتها، إزاي إن البنك الأهلي غامر في الصعيد عشان يعرف الاستثمار اللي بيحصل معاه في الصعيد ونتغلب عليه إزاي؟ زي ما حضرتك فاكر، إحنا بدأنا عملية إعادة الهيكلة من سنة 2018، وبدأنا التطبيق الفعلي في 2019، تجديد كامل للمصنع، تجديد كامل للخطوط. قدرنا ان احنا دلوقتي كمان اخر حاجة يمكن حضراتكم شرفتونا قريب، افتتاح مجمع الثلاجات ال 15,000 طن الجديد. اثناء ما احنا بنتكلم دلوقتي مع بعض، في فريق شغال في المصنع بيزود خط انتاج كمان ما شاء الله، وفي خبر حصري محدش يعرف عنه حاجة لحضرتك، احنا في خلال الاسبوع الجاي هنكون وقعنا عقد شراء للأرض اللي في ظهر المصنع، مساحة حوالي 15,000 متر، الله أكبر، لإنشاء أكبر
مصنع معلبات هيبقى موجود جنب مصنع الخضار. شوف رفعت ايدي على طول ازاي. معلبات يعني افريقيا. افريقيا وامريكا ولاتين امريكا ويوروب. حجم الاستثمار كلمة بين 180 و200 مليون جنيه. قريب برضو في موضوع تاني وتالت شغالين عليه ان شاء الله يبقى فيهم اخبار جيدة. منتجات جديدة بس ما شاء الله. طبعا في مجال الاسماك وفي مجال الخدمات اللوجستية. ممكن احنا دلوقتي بنأسس شركة خدمات لوجستية. انت حرك بتشواني ولا هتقول لي اخبار؟ انا عايز اخبار. يعني هنتكلم عن موضوع الخدمات اللوجستية بس الاول دلوقتي. الاسماك بتقول نفسها لكن اللوجستية هنعمل ايه؟ بنعمل 500,000 طن في 10 محافظات تخزين، زائد حوالي 300 براد عملاق للنقل الداخلي، زائد 500,000 طن للجاف المواد الجافة، زائد عربيات نقل داخلي. هنبدأ الأول بمصر، بعد كده هنبدأ نطلع على المنطقة العربية. يبقى في فروع لهذه الشركة في الدول العربية وفي دول الاتحاد الأوروبي، بحيث أنها تبقى نموذج لشركات الخدمات اللوجستية المحلية والإقليمية ثم العالمية. ما شاء الله عليك يا دكتور، ما شاء الله عليكم على فريق السعيد ده. انا بحبكم. هو مجهود متكامل ما بيننا وما بين فريق الاستثمار الجديد الموجود في البنك الاهلي، استاذ احمد سعيد. احمد سعيد وكرم صلاح ونسرين. مجموعه عظيمه في البنك، مجموعه مختلفه بفكر منفتح وجاهزين طول الوقت ان هم يسمعوا ويدرسوا وناخد قرارات مبنيه ويساعدوا على كالكيوليتد ريسك او المخاطره المحسوبة. ووقت ما بنحسب الحسبة كويس ونشتغل عليها كويس بننفذ بإمكانات البنك الأهلي. خلي بالك البنك الأهلي أستاذ أحمد سعيد المصرية. رئيس مجموعة الاستثمار في البنك الأهلي قال لبرنامج الجدعان أو الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمار في البنك الأهلي قال أن الاستثمار في المقام الأول البنك الأهلي بيتجه إلى الصناعات الغذائية. ده حقيقي، لأن احنا شايفين المشكلة على المستوى الاستراتيجي في العالم. احنا بنتكلم على موضوع تغير المناخ، الناس فاكره ان موضوع تغير المناخ احنا بنتكلم على صيف وشتاء وحر وبرد. لا، احنا بنتكلم عن تغيرات هينشأ عنها مشاكل عميقه جدا في مساله الزراعه. صحيح. ويمكن المتابع للامور هيلاقي ان يوروب السنه دي اوروبا الزراعه فيها نزلت باقل من 35%. فالنهارده مصر بقت وجهه للناس دي انها تبدا انها تحل مشاكل. مصر السنه دي متعاقده على اكتر من 20,000 طن بروكلي لاول مره في تاريخها نتيجه نقص الامدادات من بلجيكا ومن اسبانيا للاتحاد الاوروبي. خلي بال حضراتكم، احنا بفضل شركاتنا الكبرى زي الصعيد لصناعه المواد الغذائيه اصبح لينا شهره عالميه في الخضار المجمد، وبنصدر اكتر من 25 صنف اشهرها الفراوله والبسله والباميه والملوخيه والسبانخ والفول البلد الاخضر والخرشوف واحدثها ورق الملوخيه وورق العنب والكرنب. طمنا بقى على شهرزاد. لا، انا شايف الوان حلوه، انت احلى تلاجة شفتها النهارده. لا الحمد لله، الوان جديده ومنتجات جديده. ايه اللي هناك ده دلوقتي؟ برضو من ضمن المشاكل اللي حاصله في الاتحاد الاوروبي مشاكل على منتجات ما كانتش مصر قبل كده بتشتغل عليها، المنتجات الحريفه. منتجات الحريفه اللي هي الثوم والبصل وما الى ذلك. فانجلترا على سبيل المثال مثلا كانت بتستورد حوالي 200,000 ل 300,000 طن بصل مجمد من الصين. احنا هنبدأ معاهم السنة دي بحوالي 4,000 طن ان شاء الله ترايل اوردر ان احنا نشتغل. بعد كده ممكن نعمل لهم مصنع مخصوص للبصل والثوم المصري المجمد. فهنا نطلع برضو من حتة ان احنا بنبيع بصل وثوم. احنا بنبيع بصل كويس قوي في مصر بس بنبيعه رو خام. لا، احنا بنحوله دلوقتي الى قيمة مضافة، منتج مختلف. فده برضو بحيث انه يحط مصر في الخريطة في الحتة ديت. وانت جمدت التين يا دكتور؟ احنا جمدنا التين. ده ليه سوق كده انه يتجمد؟ بيتجمد، وبيتجمد كمان فول، وبيتجمد دايس المقطع. وبأسواقه فين ده بقى؟ الاتحاد الاوروبي كله طبعا، زائد الجزء بتاع امريكا، وحاليا احنا جايين هنا في المنطقه العربيه برضو على اساس السعوديه الامارات، فضلا على الشركات اللي بتعمل مربى. فالنهارده الناس دي بتشتري احتياجاتها بس في وقت السيزون. لا، احنا محتاجين النهارده. انتوا عندكم مشكله لوجيستيك زي ما كنا بنتكلم، تخزين. انت مش محتاج تخزن طول السنه، انت ممكن تبعت لي احتياجاتك كل شهر هتبقى قد ايه، وانا مجمد لك التين بالمواصفه اللي انت عايزها بتوصل لك. فانت المساله بتاعت اللوجيستيك عندك هتبقى افضل، ما عندكش تربلنس في الاسعار، اسعار بتزيد وبتقل، انت عامل سعر واحد ثابت طول السنه احنا متفقين عليه، فقادر تظبط ميزانيتك في مساله التصنيع. خلي بال حضراتكم،
الدكتور أحمد عبد الحي الرئيس التنفيذي لشركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية المنتجة للخضار والفاكهة المجمدة شهرزاد، واحد من أهم خبراء التسويق في مصر والعالم العربي، هو حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ماستراخت في هولندا والدكتوراه في استراتيجيات الأعمال من جامعة أكسفورد في إنجلترا ودبلوم في إدارة المصانع من جامعة أكسفورد ودبلوم إمداد وتموين من جامعة كامبريدج في لندن. ربنا يحميك دكتور. النهاردة قرار قربك الجناح المصري في جالف فود، وزارة المالية بعتت اعتماد الاعتمادات المستندية فقط وسمح للشركات الأجنبية والتابعة ليها أن هي تستورد حاجاتها زي ما هي عايزة. طبعا الصناعة الوطنية فين؟ فهمنا قرار بالراحة كده عشان نفهم، صدقني في غليان في الأجنحة. خلينا نشوف الباك جراوند بتاع القرار ايه. الباك جراوند او الخلفيه بتاعه القرار، جزء يخص البلد وجزء يخص الوضع العالمي وجزء يخص الوضع السياسي الامني في العالم. اولا لما نيجي نبص، احنا ممكن نكون على شفا حرب هتحصل في اي لحظه ما بين القطب الشرقي والقطب الغربي في العالم. ده هينتج عنه تغيرات اقتصاديه في اماكن معينه في العالم، هينتج عنه تربلنس هيحصل في بنوك معينة في العالم وعند زباين معينة في العالم. انت لو انت معتمد على الاوبن اكاونت او عملية الاعتمادات الاستيراد المفتوح اللي كان موجود قبل كده، انا ببعت اجيب من عند اي حد برفورما انفويس فاتورة مبدئية عشان احول له الفلوس عن طريق البنك، وليس هناك ضمانات غير ان البضاعة هتيجي، ان انا بثق فيك وانت بتثق فيا، والبضاعة هتيجي وتدخل المينا فالموضوع تمام. ممكن في الظروف العادية قد يكون هذا الامر جيد، لكن في الظروف اللي احنا فيها دي اعتقد ممكن يكون في شك شوية، وقد يكون البنك المركزي في مصر له حق الى حد كبير في التخوف من الوضع الاقتصادي على مستوى العالم. القرار بيقول ان انا سامح للاستيراد للناس عن طريق ايه؟ ال سي او الاعتماد المستند. طب وفي جزء كبير قوي من البيزنس عند الناس بيشتغلوا في مارجن او هامش ربح قليل للغايه، وبالذات في الكوموديتيز الناس بتشتغل على 5% و6% و7%. اعتقد ان كان من الافضل ان يصاحب هذا القرار بقرار اخر بيقول فيه ان مثلا الحاجات الكوموديتي، المواد الغذائيه، الموضوع بتاع الادويه، الحاجات الاف ام سي جي اللي بتخص المواطن المصري او الجماعه اللي بيصدروا هيبقى لهم تعريفه مخفضه في موضوع ال سي، على اساس ان انا ابقى عملت الجزء اللي انا بامن فيه، نحاول ان احنا تابزورب بالتكلفه على الناس، لان هو المقصود الاكبر في المساله هو البعد الامني للاموال وانتقال الاموال. متفهم هذا الامر، لكن تملي لما نيجي نعمل حاجة عشان ما تبقاش ليها أعراض جانبية سيئة تؤدي إلى موجات من موجات الغلاء، أو موجة تخلي حد بيشتغل في منتجات كوموديتي المارجنز فيها قليل وبيصدر وبيدخلك عملة صعبة إنه يطلع برا السوق، لازم نراعي آلية تنفيذ مثل هذه القرارات. لسه مع حضراتكم مكملين مع الشركات المصرية المشاركة في معرض جالف فود في دبي 2022. دلوقتي هنقابل صانع حلوى الملوك وصاحب أشهر بسكويت سادة بتصنعه مصر، المهندس محمد إدريس، صاحب مصانع الأوائل للصناعات الغذائية بمدينة السادس من أكتوبر، واللي بيمتد تاريخ أسرته في الصناعة لحوالي 76 سنة، لأنهم اللي كملوا رحلة الخواجة روسوس صاحب مصانع الحلويات الشهيرة في مصر بعد لما اشتروا مصانعه. وطور المهندس محمد إدريس الصناعة والمعدات، وبيمتلك حالياً أحدث الخطوط الألمانية والإيطالية لتصنيع البسكويت السادة أجين وحلويات أطلس زي الملبس والطوفي بأنواعه. ركزوا معاه. خلينا نقول الحاجة اللي الناس بتحبها، صنع حلوى الملوك. تمام صح كده؟ تمام صح. إحنا أول ناس صنعنا من خلال روسوس، وتاريخنا بيمتد لحوالي كم سنة؟ 90 سنة صح كده؟ تمام. احكي لنا بقى في جالف فود موقفنا ايه؟ عاملين ايه؟ الدول اللي شافت منتجاتنا
ايه الجديد عندنا اللي قدمناه في جلفود السنه دي؟ ده اللي عايز اسمعه. عندنا بسكويت بالقرفه الطبيعي، عندنا بسكويت بالزبده الطبيعي، ودي الطعوم ما كانتش موجوده، بالاضافه الى بسكويت بالشوفان. ده بالاضافه عندنا للحلويات بالطعوم المميزه اللي احنا نزلنا بيها، النعناع بالمنتول، طعم البرتقال بالمنتول، طعم الكريز بالمنتول، مع الطعوم بتاعتنا اللي احنا معروفين بيها، التوفي بكل انواع الفاكهه، دي كلها طعوم مميزه كناش متعودين ان احنا بنعملها، بس لما عملناها وعملنا التجارب عليها الحمد لله ادتنا نتائج كويسه جدا. يعني حضرتك كنت وعدتنا في برنامج جدعان لما زرنا المصنع ان انت ترجع حلاوه الملك فاروق اللي هي الفوريه، دي حلاوه محشيه بالكريمه. تمام. هترجع لنا امتى تاني؟ قبل موسم رمضان ان شاء الله نكون عملناها ان شاء الله. يعني عايز اكلم حضرتك واناقشك في قضيه مهمه جدا، قضيه دخول المنتج الوطني للسلاسل التجاريه. لما حضرتك بتحاول بكل منتجاتك العظيمه دي اللي تاريخها بيمتد لسنه اقول كام 1930، تمام، وجاي تدخل بيها سلاسل السوبر ماركت في مصر، مظبوط، ايه اللي بيحصل؟ والله احنا حاولنا اكتر من مره نروح للسلاسل، لقينا في صعوبات كبيره جدا في ان هم يقبلوا المنتج بتاعنا ويعرضوه. هما بيبقى ليهم شروط احنا مرات كتيره ما بنوافقش عليها، لغايه دلوقتي ما وافقناش عليها. الكميات اللي هي تتعرض، ان يكون في ناس مندوبين من عندنا متواجدين بصفه مستمره في المكان، طرق الدفع بتاعتهم، ممكن يكون المرتجعات بتبقى عندهم كتيره شويه، كل الحاجات دي احنا ما قبلناهاش في الشغل معاهم. فعشان كده وعيد ميلاد السلسله وتجديد فرع السلسله وافتتاح فرع جديد، كتيره جدا والتامين عالي ليه جدا ليه؟ بيطلب كل فتره نعمل اوفر على المنتجات، تبقى طلبات كتيرة ليهم احنا ما وافقناش عليها، لان ديت انا في النهاية مش هقدر اغطي تكلفة المنتج بتاعي بالشروط اللي هم بيطلبوها. فبالتالي بنتجه للأسواق العادية او التجار الجملة اللي احنا بنعرفهم، هم بيقدروا يسوقوا لنا المنتجات بتاعتنا او نصدر، او نصدر طبعا، التصدير افضل اكيد. تعالوا بقى نقابل الجدع سيد شيخون صاحب العلامة التجارية الشهيرة القبيسي للعصائر الطبيعية، مصانع عملاقة في مدينة السادس من أكتوبر لتصنيع العصير الطبيعي وأحدث العصائر الصحية، وبيوردها لكل الفنادق والمطاعم وفروعه بالسلاسل التجارية في مصر، ده بخلاف التصدير لكل الدول العربية. والمفاجأة أنه هيفتتح أضخم مصانع العصير الطبيعي في مصر قريب جداً. أستاذ سيد شيخون، يعني الكوبيسي للعصائر، يعني معطوف للخضار المجمد، يعني ايس كريم، صح كده اسمه؟ ايه الايس كريم صحيح؟ الايس كريم جيلاتو. جيلاتو، والله انت عبقري. اهلا بيك يا مستر محمد، وانا بحب فيك جدا ان انت مجتهد جدا، ربنا يخليك، وبتحارب بالعصائر المصريه الطبيعيه عشان تدخل كل اسواق الخليج والعالم. احنا النهارده في جلف فود المنافسه شرسه جدا، عايز اعرف رؤيتك لتصدير منتجاتنا من العصائر والخضار المجمد لكل اسواق الخليج. والله وانا رؤيتي ان احنا نخلق ثقافه العصير الفريش والحاجات اللي هي الاورجانيك والخضار الاورجانيك والخضار المجمدات، يعني بصفه عامه ان احنا ننشرها في معظم دول الخليج. من ضمنها احنا حريصين ان احنا بننزل معرض جلف فود كل سنه، والحمد لله يعني ربنا موفقنا يعني في المعرض، وجينا زوار كويسين وناس، وفي اقبال على الفكره نفسها وعلى انتشار المنتج يعني كعصاير او كخضار مجمد. يعني دلوقتي احنا بالعصائر الطبيعيه اسواقنا فين في الخليج؟ رايحين على فين؟ وايه فكره ان انا ممكن اخد حاجات فريش من مصر، يعني فاكهه من مصر، واصنع في جبل علي، اصنع في السعوديه؟ ده البيزنس بلان اللي معمول على كده، على ان احنا يبقى الفتره الجايه ان احنا ننشر الثقافه الاول، وبعد كده يبقى لنا تواجد لكل دول الخليج، ان احنا يبقى فيه زي كيتشن ان هو يبقى متواجد فيه منتج العصير الفريش، ان هو نجيب المنتج نفسه، الفاكهه والحاجات اللي هي الزراعيه من مصر زي ثمار المانجا والفراوله والحاجات دي، ونصنعها في نفس البلد بحيث ان هي تبقى الاكسباير بتاعها 24 ساعه و 48 ساعه بالكتير. 9 سنين من التصدير لأسواق الخليج، عملناها ازاي؟ بنتعامل، والله هو طبعا كان بدأنا من ان احنا بنتعامل مع الاوتيلات في مصر الفايف ستارز، وطبعا الاخوة الخليجيين طبعا لما كانوا بينزلوا مصر وكده فكانوا بيعجبهم المنتج، لان هم كانوا بيشربوه على البوفيه في الفنادق وكده، فكانوا اعجبوا بيه، عجبهم المنتج الكوبيسي، فقال لك انا عايز المنتج ده يبقى في بلدي. المشوار بدا من هنا، ان احنا بدانا ان احنا نبص لسوق الخليج كمنتج يعني كويس ومميز ان هو يبقى متواجد في الخليج. عملنا ايه بقى في سوق الخليج برضو بالخضار المجمد؟ الخضار المجمد برضو الحمد لله يعني في تعاقدات كتير مع بعض الشركات
شركات الكاترينج والتوريدات في نفس الوقت برضو مع الاوتيلات ان احنا نبقى يعني احنا لينا مقر هنا في الامارات. وبدانا دلوقتي ان احنا نكون احنا نفسنا المتواجدين اللي احنا بنوصل المنتج للعميل، يعني بان ان احنا نبقى حريصين عليه واللوجيستيك بتاعه ومتابعه الجوده ومتابعه الاقبال عليه وكده. يعني انا عايز اعرف من حضرتك ايه طلباتك من هيئه الدواء والغذاء السعوديه؟ احنا بنوفر الامن الغذائي لكل دول الخليج، تمام. محتاجين ايه عشان نشتغل ونطمن عشان نقدر نودي لكم الاحتياجات الخاصه بكل مواطن سواء في السعوديه او في الخليج؟ سرعه اجراءات التخليص والاعتمادات هناك على اساس ان هو طبعا بتعد بنعاني من الارضيات اللي هي كتير قوي على ما بتطلع الموافقات في اليوم طبعاً. حوالي 200 الشحن كله بقى غالي النهارده، نار الشحن غالي جدا، وده برضو بيسبب لنا ازمه في الاسعار وفي التكلفه يعني بصفه عامه. يعني دكتور إبراهيم الحدودي مدير التصدير في شركة الصباح، منتجاتنا عديدة جدا في الصناعات الغذائية، ولكن حضرتك بتقولي أنا بصدر لخمسين دولة، فلازم أقف قدامك انتباه كمان. عملتها ازاي دي؟ خليني ادي لك نبذه بسيطه عن الشركه. يا ريت. البدايه خالص احنا كان في تعاون استراتيجي استثماري ما بين مصر وليبيا، وهي الشركه دي ناتجه عن التعاون دوت، فهي استثمار مصري ليبي في القطاع المواد الغذائيه. كان هدفنا واضح جدا. الاستثمارات دي تقريبا ابتدينا ب 300 مليون دولار النهارده. 600 مليون كم دولار. كم مصنع بقى؟ 6 مصانع يا فندم، وحاليا دلوقتي بنبحث تركيب مصنعين جداد. احنا بننتج معلبات، بننتج عصاير، البان، ايه تاني؟ أجبان، مصانع بقوليات، معلبات، بنشتغل على 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 الطماطم بجميع منتجاتها، توميتو بيس، توميتو كونسنتريتس. والميزه اللي احنا انا بعتبرها ميزه مش موجوده في اي مكان تاني، ان احنا كان هدفنا التصدير 100%. احنا الحمد لله المعايير اللي بنشتغل عليها بنقدر نخش اي دول خارجيه ونقدر ننافس المنتج الخارجي الاوروبي والامريكي. بالعكس ده احنا بناخد شير منهم كمان. 50 دوله معناها انت مفيش قاره في العالم انت ما بتصدرش ليها، وده على فكره ال 50 دوله دول في خلال 3 سنين بس. افريقيا تحديدا. اسال المنتج. عملت ايه مع افريقيا؟ فندم هي مشكله افريقيا اساسيا في الشحن. الفكره ان انت تعرف النو هاو، ان انت ازاي تقدر توصل لهم المنتج دوت وباقل تكلفه وباقل خساره. كل مجموعه دول في افريقيا ليهم هب تجاري. يعني هديك مثال، جنوب السودان، كينيا، اوغندا ليهم هب. الهب ده في كينيا. انا بدل صدر لكينيا وكينيا توزع، واقدر اعمل شبكه توزيع. طيب الهب بتاع غرب افريقيا ده فين؟ عايزين نعرف. كاميرون وتشاد. كاميرون وتشاد. وتشاد سهل الوصول ليهم؟ صعب؟ المعاملات الماليه عامله ازاي؟ البنوك هناك، البنيه التحتيه؟ طبعا يا فندم في صعوبه، بس زي ما انت حضرتك قلت مفيش حلاوه من النار. لازم نعاني شويه بس مضطرين كده. باشمهندس اسلام هو رئيس شركه المنصوره للدواجن، مهندس ميكانيكا وكهرباء. احنا النهارده في جلفو صناعات غذائيه، ربط لي كل ده ببعضه. انا المهندس اسلام نجيب، مهندس كهرباء وميكانيكا، ورئيس مجلس اداره شركه زيتال انفستمنت، شركه استثمار في الاساس بتستثمر في المواد. في مصر؟ لا يا فندم، هي موجوده هنا في الامارات، وهي بتستثمر في مجال ده، المجال المواد الغذائيه. لقينا فرصه ان احنا ان سوق الدواجن في مصر في بوتنشال او في فرص جيده جدا جدا. جينا استحوذنا السنه اللي فاتت في شهر مارس 2021، استحوذنا على حصه من شركه منصوره للدواجن، وابتدينا عمليه التطوير فيها واعاده الهيكله. الهيكله اشتملت على ايه؟ اشتملت ابتدينا بالمحطات، ابتدينا محطة نرفع كفاءة محطات بالكامل عشان نحسن الإنتاج ونقدر نبقى قادرين على المنافسة في التصدير. وأخذنا شهادات الأيزو سواء في الإنتاج أو في الجودة، سواء 9001 أو 22000. الطاقة وصلت لقد ايه النهارده؟ احنا النهارده المنصورة از وي سبيك بتتكلم على 350 الف ام، انتاج 33 مليون بيضة تخصيب سنويا. آملين ان شاء الله، عندنا مخطط للسنة دي 2022 ان احنا نرفع الطاقة الانتاجية ل 500 الف ام. عايز افهم دماغ حضرتك برضه، دخولك بجناح وحيد وسط قطاع الدواجن بالكامل او مصنعات لحوم الدواجن، حضرتك الوحيد اللي هو بتبيع بالتخصيب وكتكوت، يعني ايه سر وجودك في مصنع الصناعات الغذائيه؟ دماغك راح فين؟ استراتيجيتك ايه؟ الاستراتيجيه بتاعتنا ان احنا نبتدي خطوه خطوه، نبتدي نصدر بالتخصيب، بعد كده
أول ما نبتدي يترفع الحظر عن تصدير الدواجن المجمدة عن مصر هنبتدي نشارك برضو بالدواجن المجمدة بتاعتنا من مصر، نبتدي نصدرها للدول العربية والدول الأفريقية، وعندنا فرصة وفرصة كويسة زي وجايين بنقول وبنوصل رسالة للناس كلها ولدول العالم تاني إن مصر فيها تغيير حقيقي في كافة الأصعدة سواء داخلين أو خارجين. دكتور أحمد عبد الكريم مستشار الهيئة العامة للخدمات البيطرية للحجر البيطري، دكتور عملنا منظومة كبيرة جدا للحلال في العالم أجمع، هدفها إن إحنا نحمي اللحوم اللي جاية لمصر ونبقى ضامنين إنها مذبوحة على الشريعة الإسلامية. حققنا إيه النهاردة من خلال هذه المنظومة؟ حاليا دلوقتي الشركة ليها فروع في أغلب دول العالم، عندنا فروع في أمريكا، عندنا فروع في أوروغواي، في البرازيل، أستراليا، نيوزيلندا، الهند وألمانيا. يعني احنا متواجدين في جميع مناشئ اللحوم في العالم، متواجدين في جميع مناشئ اللحوم وغير اللحوم، جميع المنتجات اللي بتحتاج ليها شهادات حلال في العالم أجمع. عندنا 8 مناشئ على مستوى العالم حاليا دلوقتي، وجاري التوسع في حالة الرغبة في إنشاء عدد آخر المكاتب لتغطية أي مكان اتطلب تواجد الشركة فيه لإصدار شهادات الحلال للواردات المصرية. مش غريب شوية إن احنا نطلب شهادة حلال للبن البودرة؟ المفهوم الحلال عندنا احنا كده أو في الدين الإسلامي إن الحلال مش ذبح وخنزير، لا، الحلال حلالا طيبا، يعني أي مواد ضارة تضر الإنسان خرجت من منظومة الحلال، فده بيتم التأكد ان فعلا المنتج الجاي ما فيهوش اي اضرار او اي مواد ممكن تضر بالانسان. دوت الغرض من منظومة استكمال منظومة الحلال وطبقا للشريعة الإسلامية، وده ان شاء الله اللي بنحاول نطبقه عن طريق فنيين وعن طريق شيوخ، وان شاء الله برضو عن طريق المواصفات اللي هي هتقول لنا عليه المواصفة القياسية المصرية هننفذه. طب دكتور احمد، شهادة الحلال بقت مطلوبة للصادرات والواردات لمصر ولا الواردات فقط؟ هو حاليا دلوقتي شهادة حلال بتستخرج للواردات اللي جايه مصر، تمام. بالنسبه للصادر جاري الاعداد لاعداد شهاده حلال للصادرات، وعلى فكره شهاده الحلال للصادرات مطلوبه من دول العالم كلها. فدي من المنتظر عند بدء في اصدار شهاده حلال موثوق بها، بتقوم على اصدارها وعلى الاشراف عليها وانشاء شركه بتاعتها ثلاث وزارات مصرية ومثلة في 4 هيئات ومعاهم هيئة 5 لهيئة سلامة الغذاء لإعداد لإصدار هذه الشهادات. فدي مصدر ثقة، دي متوقع إن عند البدء في إصدار شهادات الحلال من مصر للصادرات متوقع زيادة الصادرات، إن كثير من الدول العربية والدول الإسلامية بتطلب شهادة حلال، وما فيش في مصر حد لغاية دلوقتي بيوفر شهادة حلال للمنتج اللي طالع أو للشحنة اللي طالعة. ما تنسوش في ديسمبر 2022 معادنا مع 3 معارض تحت سقف واحد وفي نفس الميعاد، فود أفريكا للصناعات الغذائية، وأجري أفريكا لتكنولوجيا الزراعة ومستلزماتها، وباك بروسيس اللي بيقدم أحدث ما توصل للعالم في تكنولوجيا التغليف والتعبئة. 3 معارض عملاقة موجهة للتصدير تستحق الزيارة وبتستهدف زيادة صادرات مصر.